هذه هي أجواء شهر رمضان المبارك. لقد جاءكم شهر الصيام، شهر الصبر، وإنما يتحقق الصبر في هذه القرية المحاصرة التي لا تجد ما تقتات به ولا ما تفطر عليه في شهر الصيام. هذه الأسواق، هذا السوس الذي استغنينا به وهو الشراب الطبيعي عن الشرابات الصناعية والشرابات التي يشربها المجتمع خارج سوريا وخارج هذه المنطقة المحاصرة، فلا نجد سكرا ولا نجد ملحا ولا نجد خبزا. والله ما أتى الخبز إلى هذه القرية، وما عندنا خبز، ما عندنا شيء، ما عندنا طعام. هذا حالنا، هذا الأشياء تشوفها هلأ بعينك أنت، ولكن ليس هناك دراهم نشتريها. جايين نشتري أغراض للشباب مثل ما انتم شايفين، نشتري لنا شوية أغراض مشان الفطور. بالنسبة للأسعار، أسعار غالية جدا جدا. بالنسبة للمدنية عم تعاني من أسعار البضاعة، البضاعة غالية جدا جدا فوق مثل ما بتصوروا، وعالم ما معها عم تشتري يعني أغراض على أدر الإمكان. ولا ما تدفو ولا حمو. لا أنا ما بدي، بس كثير يعني. ملعب عبيداتي.